المشكلة نتاعنا اساسا هو تجاهل المنطقة. الوضعية نتاعنا شنو اليوم؟ انه عندنا معناها قطعة ارض متملكينها بطريقة قانونية وغير قادرين نتحوزوا بها، وغير قادرين نبنيوا فيها، وغير قادرين حتى نتحوزوا بها معنا. احنا من اول 2012 احنا نتابعوا في الموضوع هذا ونشوفوا في المشاريع نتاع الميزانية بالحق ما يهبطش فيها اسم حي الرياض. معنا احنا اعطيناكم ورقة او حجة رسمية فيها حدود، حتى لو انت ما كنتش مطالب انك تضمن هذه الحدود، علاش ما تذكرهاش في الاشتراك في الملكية؟